السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة موقف الأحزاب السياسية اليمنية من أحداث سقطرى. عبرت الأحزاب المؤيدة للشرعية عن رفضها واستنكارها لما وصفتها الخطوات الأحادية التي تقوم بها الإمارات في محافظة سقطرى. وقالت الأحزاب في بيان لها إن الوجود العسكري الإماراتي في سقطرى مخالف لأهداف التحالف ويمثل خروجا عن سياق الأعراف والقوانين الدولية. ودعت الأحزاب أبو ظبي لسحب قواتها من الجزيرة بشكل فوري ودون قيد أو شرط والعمل على إزالة التوتر في المناطق المحررة. هذا وأعلنت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة أرخبيل سقطرى تأييدها للسلطة الشرعية بما يحمي اليمن الاتحادي وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. وقالت الأحزاب في بيان لها إن الأحداث الأخيرة في سقطرى ستلحق الضرر بالطابع السلمي والاجتماعي، كما أن الظواهر المسلحة سيكون لها آثار سلبية على الأرخبيل. ودعت الأحزاب كافة شرائح المجتمع إلى الحفاظ على أمن وخصوصية الجزيرة البيئية والاجتماعية وتجنيبها أي صراعات أو تدخلات خارجية. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: كيف يمكن لموقف الأحزاب السياسية والموقف الشعبي التأثير على مسار الأحداث؟ وهل الشرعية قادرة على استثمار هذه المواقف؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. يا وطن، نعم للاستقرار لا للاحتلال. هو الاحتلال ولا شيء غير الاحتلال، توصيف يتسق مع الاتساع الهائل في دائرة الرفض الوطني لسلوك أبو ظبي العسكري في أرخبيل سقطرى الذي تزامن مع وجود الرجل الثالث في الجمهورية رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في الأرخبيل. ثمانية أحزاب وقوى سياسية يمنية رئيسة دخلت دائرة الرفض المباشر للاحتلال الإماراتي لأرخبيل سقطرى، وتضم المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحراك الجنوبي السلمي واتحاد الرشاد اليمني وحزب العدالة والبناء وحركة النهضة للتغيير السلمي واتحاد القوى الشعبية وحزب السلم والتنمية. انتقدت الأحزاب والقوى السياسية الخطوات الأحادية المنفردة التي أقدمت عليها الإمارات وتمثلت في إرسال تعزيزات عسكرية إلى سقطرى والقيام باحتلال المطار والميناء وطرد موظفيهما والانتشار في الأماكن الحيوية. واعتبرت تلك الخطوات مساسا بالسيادة الوطنية، بل أعادت التذكير بأن طلب التدخل في اليمن أرسل إلى الملك سلمان والسعودية التي طالبتها الأحزاب بالتدخل لوقف كافة الممارسات الإماراتية. موقف كبرى الأحزاب اليمنية اكتسب زخمه من التحركات الشعبية التي شهدتها سقطرى وحالت دون قيام القوات الإماراتية باستحداث نقاط للتفتيش في الأرخبيل، في حين رفض المجلس العام لأبناء محافظة المهرة وسقطرى وعلى لسان رئيس المجلس عبد الله بن عيسى العفرار خلال تظاهرة حاشدة نظمت في المهرة وجود القوات الإماراتية والسعودية غير المبرر في المحافظتين وطالب بخروجها. هذه القوات الموجودة سواء كان في سقطرى أو في المهرة بهذا الكم الكبير الذي لا يمكن أننا نفسره بأي تفسير، هل هناك في هذه المحافظة أو محافظة سقطرى قوات خارجة عن الشرعية؟ هل هناك قوات الحوثي علشان التحالف يتابعها ويحاربها؟ طبعا لا. خيار المواجهة مع نزعة الاحتلال الجديد كما تشير التطورات بات محل اهتمام اليمنيين جميعهم، خصوصا بعد أن دقت الحكومة ناقوس الخطر بإشارتها إلى التحدي الذي تواجهه سيادة الدولة اليمنية على أراضيها من جانب الدولة الرئيسة الثانية في التحالف. تدارك التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني خروجهما غير المبرر عن الإجماع الوطني إزاء قضية تمس السيادة اليمنية ببيان وقعه فرعاهما في سقطرى، لكن هذا البيان تجنب أي إشارة إلى الإمارات واحتلالها العسكري للأرخبيل، الأمر الذي أبقى خيبة الأمل على حالها إزاء موقف الحزبين والذي مثل بنظر المراقبين إعادة استنساخ كامل لموقفهما المرحب بإسقاط الحوثيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر من عام 2014. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع القيادي في حزب المؤتمر الأستاذ ثابت الأحمدي. مساء الخير. مساء الخير والخيرات، اهلا وسهلا بك اخي العزيز وبالمستمع الكريم وبالمشاهد الكريم، اهلا بكم جميعا. مرحبا بك. في البدايه استاذ ثابت، كيف تابعت بيان الاحزاب السياسيه المؤيده للشرعيه ضد التدخل والانتشار الاماراتي في جزيره سقطرى؟ اخي الكريم والمشاهد العزيز، ايضا اقول ذاك اقل الواجب واقل القليل الذي يمكن ان تقدمه هذه الاحزاب، يعني هذه الاحزاب والمكونات السياسيه ومن خلفها ايضا
جميع المناصرين وجميع الشعب اليمني الرافض للاحتلال الإماراتي الواضح، احتلال بجميع أركانه، ولم يعد هناك من أي تفاصيل أخرى نستطيع أن نشفع للإمارات العربية المتحدة أو نقول أنه جاء في إطار شيء آخر. الأمر واضح، نستطيع القول أنه من احتلال مكتمل الأركان، ولا مبررة مطلقة لنزول تلك القوة العسكرية المهولة إلى داخل مطار سقطرى والحكومة اليمنية بكاملها تقريبا موجودة في داخل الأرخبيل. ماذا تريد منهم؟ ليس هناك أي مهدد عسكري للجزيرة مطلقا، والحوثيون على بعد مئات الكيلومترات من هذه الجزيرة. نعم، التأثير المتوقع من هذه البيانات برأيك من الأحزاب السياسية ومساندتها لموقف الحكومة الرافض أيضا لهذه الانتشار القوات العسكرية في سقطرى؟ دعني أقول الأجمل من موقف الأحزاب كقيادات سياسية ونخب مجتمعية، الموقف الأجمل هو الموقف الشعبي بدرجة رئيسية، لأن الأحزاب والجماعات والجيوش وحتى الحكومات قد تكسر وقد يعني تغلب على أمرها، لكن إرادة الشعوب لا تقهر مطلقا. وأنا شخصيا أراهن إلى جانب الأحزاب السياسية أيضا والمكونة السياسية، أراهن بدرجة رئيسية على الموقف الشعبي بدرجة رئيسية، لأنه هو الرهان الأول والأخير. وقد أثبت أبناء سقطرى موقفا مشرفا، موقفا وطنيا خالدا للتاريخ سيسجله لهم برفضهم تجاه هذا يعني الاحتلال الغاشم، الاحتلال المجنون الذي لا مبرر له مطلقا، ويعني وقد يكون من وجهة نظرهم المبرر هو دعوتهم يعني ضمن التحالف العربي، يعني قد يكون هذا وجهة نظرهم، لكن نحن نقول دعوتهم ضمن التحالف العربي ليس مبررا للاحتلال مطلقا، واستغاثة الجار بجاره ليس مبررا لنهب المنزل مطلقا. نعم أستاذ ثابت، لا شك أن موقف حزبين عريقين كالناصري والاشتراكي ربما كان يعني أظهر حالة من الاستياء من قبل شرائح المجتمع مما حدث، ولم ينضموا ولم يؤكدوا على دعمهم ومساندتهم للشرعية كبقية الأحزاب. برأيك لماذا هذا التغيب؟ لا أخفيك أخي العزيز أن كثيرا من الشارع اليمني ومن المراقبين والسياسيين والمثقفين قد أصيبوا بخيبة أمل كبيرة جدا بالذات تجاه الحزب تجاه الوحدة والناصري الذي كان إلى حد قريب ولا يزال، ودعنا نقول ولا يزال، مشبوبا بالروح الوطنية والروح القومية. كانت في الواقع صدمة لم نكن نتوقعها مطلقا من الحزب الاشتراكي اليمني ومن الوحدة والناصري الأممي والقومي. لكن على أي حال يبدو أن موقف الحزبين يعني من موقف هاني بن بوريك وموقف أبي العباس بدرجة رئيسية للأسف الشديد. نعم طيب، ابقى معي وأشرك معنا في الحديث الأستاذ عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات من إسطنبول. مساء الخير أستاذ عبد السلام. أهلا وسهلا بكم وكل المشاهدين الكرام. مرحبا بك أستاذ عبد السلام. باعتقادك موقف الأحزاب السياسية جاء عن قناعة تامة ودعما للشرعية أم من الضغط الشعبي الذي حصل من أجل يعني إصدار ومؤازرة الحكومة الشرعية بسبب التمدد العسكري الإماراتي في جزيرة سقطرى؟ إذا كنا نقصد الموقف السياسي بالقوى السياسية التي دعمت الشرعية، فأعتقد كلا الأمرين، وهناك عوامل أخرى أيضا تفرض عليهم هذا الموقف. من ضمن هذه العوامل الأساسية هو موضوع مستقبل البلد، خاصة مستقبل السيادة، خاصة وأن الحرب جاءت بإذن من الشرعية وبالتالي هي المبرر الوحيد أمامهم. فإذا سقط هذا المبرر وتم احتلال سقطرى بطريقة عسكرية دون تحرك، يمكن أن يكونوا تحت تهمة الخيانة الكبيرة للبلد في المستقبل، وهذا أمر مهم جدا، إلى جانب أنهم وقفوا مع الشرعية وأيضا يعرفوا أن الشعب اليمني لن يقبل بهذا الأمر بسهولة. نعم، برأيك إذن لماذا تأخر هذا البيان وهذا الدعم من قبل الأحزاب السياسية؟ كان الجميع يعتقد بأن الأحزاب ربما هي المبادر الأول لاستنكار هذا التواجد العسكري. لا لم يتأخر، وإنما الأصل في مثل المواقف السيادية يعود الموقف الأساسي والأول للدولة، ثم يأتي بعد ذلك مواقف الأحزاب السياسية ثم المواقف الشعبية. هذا أمر اعتيادي جدا، لأنه لا يمكن أن تتقدم الأحزاب السياسية خطوة إلى الأمام قبل الدولة في ما يتعلق بقضايا السيادة، وإذا تقدمت خطوة فهو يعتبر تدخل في السياسة الخارجية للدولة
بطريقه سلبيه ينعكس على وفي حال تماهت يعني على يعني من باب يعني ضرب يعني المثال فقط، اذا كانت مثلا هذه الشرعيه متماهيه مع هذه المشاريع، يعني لا يحق للاحزاب السياسيه ان تتحدث وان توقف مثل هكذا؟ لا يحق لها، ولكن بعد تبرير وجهه نظر الحكومه، يعني في الاحزاب السياسيه هي جزء من الدوله، وبالتالي فالموقف الاول والاساسي هو للدوله، ثم ياتي بعد ذلك موقف الاحزاب السياسيه، سواء موقف الدوله سلبي او ايجابي. نعم. طيب. ياتي بعد ذلك الموقف، هل هو داعم ام ضد؟ وثانيا هناك مواقف اخرى ايضا مناقضه للمواقف الاحزابيه السياسيه الداعمه او متماهيه مع الموقف الاخر اللي هو الموقف الاماراتي. تقصد الحزب الناصري والحزب الاشتراكي؟ نحن لا نتكلم عن الحزب كحزب بكل مكوناته، يعني بقياداته. نعم. وشعبيته وبقدراته السياسيه، نتكلم على من هو ماسك القرار السياسي داخل الحزب من خلال اصدار البيانات. ونحن نعرف ان هذين الحزبين لديهما مشكله داخليه يجب ان نفهمها، ولا يجب ان نحملهما اكثر مما احتملنا. هما حزبين اصبحا صغيرين، وهذين الحزبين لم يعودا مؤثرين شعبيا، وعندهم انقسامات داخليه يجب ان يتم فهمها. وهناك تيار موجود في صنعاء من الاشتراكي والناصري ايضا. انت تتفهم اذا هذا التغيب وعدم المسانده من قبل الحزب الاشتراكي والناصري؟ انا اتفهم الحدث الذي حصل للحزبين، لكن كمبرر لا يعتبر مبرر لهم، يعني انهم وقفوا هذه الوقفه. نحن نقول ان هذا البيان اظهر ان هناك اخفاقات وضعف وعجز وانقسامات داخل الحزبين، فاذا قبلوا بهذا البيان فهم يعترفوا بهذا الضعف وهذا العجز وهذا الانقسام. نعم. اما اذا رفضوا هذا البيان فهم بالتالي نعتقد ان لهم خيارات اخرى وانهم جبهه موحده، لكن من الواضح جدا ان هذه القيادات السياسيه لهذه الاحزاب منقسمه على نفسها. نعم. طيب ابقى معي استاذ عبد السلام، اعود للاستاذ ثابت الاحمدي. استاذ ثابت الاحمدي، برايك ايضا موقف المجلس الانتقالي المطالب بالانفصال مما حدث في سقطرى، كيف تقيمه؟ لماذا كل هذا التماهي وكل هذا التأييد والدعم إعلاميا وشعبيا مع التواجد العسكري الإماراتي في سقطرى؟ عزيزي، موقف ما يسمى بالمجلس الانتقالي هذا موقف لا ينبغي التوقف عنده أساسا ولا مناقشة موضوعه، لأنه المكون من أساسه غير شرعي. هذا مكون يعني تكون على هامش وجود الدولة، ولا يعترف باليمن ولا يعترف بالشرعية ولا بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه ورئيس الوزراء. هذه جماعات تعمل على الهامش مدعومة بالخارج، ولها أجندتها الخاصة خارج إطار الجمهورية واليمن الاتحادي وخارج إطار الشرعية. وبالتالي فيجب ألا ينظر إلى هذا الموقف أو نعيره أي اهتمام، غير أنه موقف سلبي، وموقف ليس سلبي فقط بل موقف خائن للوطن بشكل عام. نعم. الإمارات العربية المتحدة، هل بيان النفج والتأكيد بأن ما يقومون به ليس احتلال وإنما هو مساندة ودعم وتقديم الإغاثة لأبناء جزيرة سقطرى، كيف تنظرون لهذا البيان وما تضمنه يعني من اتهامات للحكومة الشرعية ولبعض الأحزاب في الداعمة للشرعية؟ حسنا أن يصدر بيان من الإمارات العربية المتحدة بهذه اللجنة، وأنا أعتبره حالة إيجابية في الحقيقة ومحسوب لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيه بعض التعقل ربما ولو نظريا، يعني على الأقل مراعاة لمشاعر الناس التي خرجت ملتهبة تدافع عن وطنها وعن جزيرتها، بل وهب الشعب اليمني كاملا من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، واعتبروا أن جزيرة سقطرى هي مدنهم يعني في كل أرجاء اليمن. وبيان الإمارات العربية المتحدة أنا أعتبره حالة إيجابية، خاصة أنه جاء بعد حالة الرفض التي شملت كل أرجاء اليمن ولم تقتصر على سقطرى فقط. وعلى أي حال نحن ننتظر أيضا مساعي عملية على أرض الواقع بعد البيان. البيان حالة إيجابية، ننتظر الخطوات الإيجابية العملية في قادم الأيام إن شاء الله. نعم. ما قيمة هذا البيان وهذا التأكيد على أنهم يعني جاءوا لمساعدة اليمن وتقديم الدعم، وكل ما يقومون به هو حفاظا على أمن الجزيرة ودعم جزيرة سقطرى، إذا كان الواقع على الأرض غير ذلك؟ يعني
ننتظر ونأمل خلال الأيام القادمة أن تتبعها الخطوات العملية، وهو بالنهاية اعتراف بالشرعية واعتراف بقيادة يعني بسيادة الجزيرة. هذا الذي يمكن أن نلمحه من البيان، مع أن الشرعية والوطن لا يحتاج إلى هذا الاعتراف من أساسه. نعم. طيب أستاذ عبد السلام محمد، هذا إذن هذا التأييد الشعبي والحزبي وأيضا موقف الحكومة الصارم، هل ستستفيد منها الحكومة الشرعية؟ هل ستستفيد في الموقف اليمني أمام ما قامت به الإمارات، وسيثمر أم لا برأيك؟ أنا أعتقد هو عامل ضغط قوي، لكن لا يغير من المعادلة شيء ما لم تقوم بإجراءات واضحة للحكومة وما لم تتحرك على الأرض، لأن نحن نعرف العامل الشعبي كان ضاغط قبل دخول الحوثيين صنعاء، وكان ضاغط ضد الانقلاب، لكن لم يغير، لأن الحكومة كانت أو الدولة في وقت هش وضعيف وفي خلافات سياسية بين مكوناتها، وهذا الذي يحصل الآن الخلافات. ولا أعتقد أن هذا الأمر سيستمر طويلا، أنا أعتقد أنه يمكن أن يكون مبررا للدولة أن تقوم بواجبها وتقوم بخيارات ميدانية على الأرض لفرض سيطرتها ومن احتلال أرض يمنية مثل جزيرة سقطرة. نعم. باعتقادك هل الحكومة خيارات أخرى تستطيع التحرك من خلالها؟ نعم، هناك أكثر من خيار. الخيار أولا خيار الحوار السياسي بينها وبين الإمارات عبر المملكة العربية السعودية، وهذا خيار مهم واستراتيجي وأعتقد هو قائم الآن. الخيار الثاني هو خيار فرض قوتها على الأرض الميدان، لأن في الأخير لا يمكن أن أي دولة أن تقبل انتشار عسكري على أراضيها دون إذن من الجهات الرسمية، والإمارات خرجت خرق كبير جدا في القانون الدولي والإنساني، وتعتبر الآن في جزيرة سقطرة قوة احتلال ولا علاقة لها بالتحالف العربي إطلاقا. نعم. طيب أستاذ ثابت الأحمدي، الموقف السعودي ربما تحرك يعني وقام بلجنة نزلت إلى جزيرة سقطرة، وكان هناك أنباء خلال 48 ساعة وسيتم حل هذه الأزمة والمشكلة الحاصلة بين الحكومة الشرعية والإمارات العربية المتحدة، لكن مرت 48 ساعة ولم تثمر. برأيك ما هي الأسباب؟ قد لا نعلم الأسباب على وجه التحديد داخل العجل، لكن على أي حال يظل جزء من الأمل، بل أمل كبير على قيادة المملكة العربية السعودية لحل مشكلة الإمارات مع قيادة الشرعية بشكل عام، وليس مسألة سقطرة فقط. مسألة سقطرة هي مسألة جزئية يعني مع الإمارات، والمسألة هي شاملة وأكبر من جزيرة سقطرة، وإن كانت جزيرة سقطرة هي أو أرخبيل سقطرة بالأصح هي القضية الأبرز في العملية والتي طفت على السطح مؤخرا. مهما يكون تظل المملكة العربية السعودية هي الرهان والأمل بعد الموقف الشعبي طبعا وبعد قيادة الشرعية خلال الأيام القادمة إن شاء الله. هل تعتقد بأن السعودية عند مستوى المرجو والمأمول الذي يعول عليها اليمنيون والحكومة والرئاسة في الوقوف إلى صف الشرعية بهذه الموضوع الحساس الذي بدأ ينتهك السيادة اليمنية؟ اليمنيون عولوا على المملكة العربية السعودية الشقيقة أملا كبيرا منذ بداية عاصفة الحزم، ولا يزال أمل معقودا إلى اليوم. نعم. طيب أستاذ عبد السلام محمد، أنت أيضا كيف تقيم موقف المملكة العربية السعودية أمام ما يحدث من يعني أزمة كبيرة حاصلة وصلت إلى يعني البيانات والتكلم لوسائل الإعلام والبسط على الأرض بين الإمارات والحكومة الشرعية؟ حقيقة موقف السعودية واضح جدا أنه هناك إحراج كبير جدا سببته الإمارات لها، وهي في موقف لا يحسد عليه. يعني في الوسط، هل يمكنها أن تقبل الاستغناء عن حليف على الأرض مثل الإمارات في وضع تحتاجها، وبين أن تحقق رغبات شرعية في استمرار التحالف في عمله تحت غطاء قانوني دون يعني دون دخول في مسائل وخلافات قانونية على الأرض؟ هو في طبعا موقف مزعج بالنسبة لهم ومحرج، وهم عليهم أن يختاروا ويقربوا ما يحقق مصلحتهم، ومصلحتهم بالتأكيد لن تكون إلا مع سيادة الدولة اليمنية ومع عودة الدولة مثل ما هم يدعمون الشرعية ضد الانقلاب، فلا يمكن القبول بالاحتلال، وإذا وافقوا أو قبلوا فربما قد الأمر مستقبلا
يدخل عمليات التحالف العربي كلها تحت إطار الخارج القانون الدولي، وربما يدخلهم تحت إطار الاحتلال. نعم. طيب أستاذ ثابت الأحمدي، سؤال أخير فقط، كان هناك اليوم أخبار تقول بأن هناك اجتماع لرئيس الجمهورية مع مستشاري للوقوف على أحداث جزيرة سقطرى، هل إذا كان لديك أي معلومات بهذا الاجتماع، وهل تعول أو تعتقد بأنه سيخرج برؤية متكاملة لإنهاء هذه الأزمة؟ أستاذ ثابت الأحمدي، إذن أعود بالسؤال للأستاذ عبد السلام محمد، إن كنت قد سمعت السؤال أسمع منك الإجابة أستاذ عبد السلام محمد. عفوا نعيد السؤال. يعني كان هناك اليوم أخبار بأنه اجتماع للرئيس مع مستشاري للوقوف على ما حصل في جزيرة سقطرى، يعني هل باعتقادك هذا الاجتماع الرئيس مع مستشاري سيخرج برؤية واضحة تنهي هذه الأزمة وتكون يعني واضحة وشفافة ولا تراجع عنها، أم ستمضي القضية مثل القضايا السابقة ويتم يعني التلاعب بها في الوقت حتى تضيع ويذهب هذا الزخم، ومن ثم يفرض الإملاءات التي يريد يعني أن تمررها سواء الإمارات أو السعودية؟ أنا أعتقد رؤية الدولة واضحة، لكن في حالة واحدة إذا ظهر البيان على أنه سيعطوا فرصة للمملكة العربية السعودية في حل الإشكالية، فنعرف الأمر أن موضوع الجزيرة سقطرى سينتهي به المطاف مثل منتهى مطاف العاصمة صنعاء، وهذه إشكالية كبيرة. ولكن إذا كان الاجتماع خرج بإعطاء فرصة للمملكة العربية السعودية في حل الإشكالية ومتابعة الأمر وبقاء الحكومة أي بإجراءات إدارية على الأرض، هذا أمر مختلف قد يؤدي في النهاية إلى ضغط ممكن أن تقوم به المملكة يساعد المملكة على حل الإشكالية مع الأخوة في الإمارات. نعم، خروج أبناء محافظة المهرة بهذه الوقفة بالوقفة الاحتجاجية والمسيرات الجماهيرية التي ترفض التواجد الإمارات في جزيرة سقطرى والمهرة، وهناك مجلس عام لمحافظتي سقطرى والمهرة، إلى أي مدى هذا سيسهم في دعم ومساندة الشرعية للوقوف بحزم أمام التمدد العسكري الإماراتي في سقطرى؟ أنا أعتقد أن اليمنيين بإمكانهم أن يخرجوا كاملا للميادين ضد الاحتلال الإماراتي لسقطرى، كلهم سيخرجون، لكن لا غير مجدي. نحن جربنا في مسائل السيادة، ما لم تكن هناك إجراءات إدارية على الأرض ميدانية وسياسية لا غير مجدي هذا الأمر. إلى جانب ذلك، إذا لم تحقق هذه الإجراءات الإدارية شيء، على الدولة أن تقوم بإجراءات عسكرية وأمنية لإعادة السيطرة على الجزيرة. نعم. ما لم يتم ذلك، فإنما الدعم الشعبي هو ضغط، عامل ضغط لكنه ليس حاسم. نعم. طيب أختم معك بسؤال أخير أستاذ عبد السلام، فيما يخص الموقف الدولي في مسألة جزيرة سقطرى، كيف تابعت وقرأت من خلال بعض التصريحات للمجتمع الدولي عن التواجد العسكري الإماراتي في سقطرى؟ المواقف الدولية الرسمية ستنتظر وستقدم نصيحة للإمارات أن ما تقوم به في إطار ليس في إطار القانون الدولي ومخالف للقانون الدولي ويدخلها في كقوة احتلال، لكن أعتقد أن هذا الموقف سيؤجل إعلانه من قبل الجهات الرسمية الدولية، لكن ظهر بشكل كبير في وجهة نظر شخصيات صانعة القرار في هذه في الدول الأوروبية والأمريكية. رئيس مركز أبعاد الدراسات الأستاذ عبد السلام محمد، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا للقيادي في المؤتمر الشعبي العام الأستاذ ثابت الأحمدي. ختام الحلقة، تقبلوا تحية معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم.